شوبينج سال اهلا على ام تي في دوما برنامجنا شوبينج باي بس سيلر عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على اصناف متنوعه ومميزه وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقه كتير سهله وواضحه وباسعار كتير مقبوله. انتم مرتاحين ما لكم الا تختاروا وتتصلوا فينا على بس سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون اي كلفه توصيل اضافيه. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة إن كان بعتتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن السواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية؟ رويال بوشر المشدد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وإنحناق الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكن شخص عنده ديسك أو تكلس ما إله غنى عن رويال بوشر. بسعر 26 دولار بس رويال بوشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما إلكن إلا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، وأوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة لأنه منشر بثلاث طوابق 3 layers راك فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا بمساحة كتير صغيرة، صار فينا ننشر تياب كتير وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر ثلاث طوابق فيكن تحصلوا عليه ب$60 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55. لكن يلي بحبوا يعملوا اكزرسايز ليشدوا عضلات معدتهم وعضلات ظهرهم، فيكن تستعملوا هالكرسي المزوده بتويستر للخواصر كمان، بكل سهوله بنعمل عليها 10 دقائق كل يوم من دون اي تعب، لانه نحن ما قلنا الا نشد بدهنا لورا وهي بترجع بتطلعنا، لانها مزوده بروسترات وهيك بنكون عم نمرن عضلات معدتنا وعضلات ظهرنا بنفس الوقت. ما ننسى انه فينا نستفيد من التويستر للخواصر كمان. هالايرون شير تويستر فيكن تحصلوا عليها ب$60 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. بمجرد الاتصال ببس سيلر على 01 44 55 55. مين منا ما بحب يعمل مساج وكتير اوقات بنضطر نروح على نوادي خصوصي، بس مع سيلف مساجر ما بقى نعطل هم هالموضوع، وحتى اذا ما كان في حدا حدنا صار فينا نقضي حالنا بحالنا وبحيالنا وقت كمان وبالقوه يلي بتناسب جسمنا. كتير اوقات بنحس باوجاع او بكتير ستريس او بكتير تعب كمان. سيلف مساجر فينا نستعملها على الرقبه، على الظهر، على الكتف، على الخصر وعلى الارداف، يعني بمختصر فينا نستعملها على كل الجسم. وكمان هالآلة فينا نستعملها بالبيت، بالمكتب ووين ما كان، مزوده بانفراريد كما انها كفيله بتحسين الدوره الدمويه. اهم شيء انه ما لها صوت وما بتلبد ابدا. سيلف مساجر مكفوله على مده سنه وبتحصل عليها ب$50 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. بمجرد الاتصال ببس سيلر على 01 44 55 55. لكن ستات البيوت اللي بتهمهم ريحتهم سويبرو بلس الجديده هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزن الكيلو الواحد. بتسحب كل شيء من الكبير للصغير إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، ما إلنا إلا نشارجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبداً نشد. منتركها تمشي لوحدها، والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانكل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة. وإذا بدنا مرقة تحت التخت أو الخزاين أو حيالا شي تاني شوفوا شو براكتيكل. بنوطيها بهالشكل وهيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكم، واكيد هذا الشيء بينطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط. سويبرو بلس بتبرم 360 درجة، يعني بمختصر فيكم ما تعتلوا هم إذا ولادكم وقعوا بسكوي أو كورنفليكس أو حيالله شيء تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة بنفضي الجارور الكبير من الأوساخ. سويبرو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبداً. سويبرو بلس هي ماشين ما منضبها لأنه تستعمل 365 يوم بالسنة، والعرض هلأ مع سويبرو بلس في 3 هدايا، هالفرشاية إذا بدنا نشيل شي على السريع، وهالجارورين التلج يلي بيجوا بشكل مستطيل، وهيك بصير فينا نحط التلج بالقنينة أو بتنكة السودا.
سوي برو بلس أكيد مكفولة لمدة سنتين. لتحصلوا عليها تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم ب 46 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. شو أورغانايزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورغانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى؟ يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو أورغانايزر بتساع 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة وإلها غطا شفاف هيك فينا نشوف من خلاله وبتسهل علينا إنه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكال ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكال فيكم تحطوا 2 أو 3 شو أورغانايزر حد بعضهم، ب 26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلا مع شراء 2 شو أورغانايزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، شلا يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.